بسم الله الرحمن الرحيم. المكتبة الصوتية لمعالي الشيخ الدكتور صالح بن فوزان الفوزان. شرح كتاب عمدة الأحكام للحافظ عبد الغني المقدسي رحمه الله، الدرس 61. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، اللهم صل وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال المصنف رحمه الله تعالى: كتاب الأشربة. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على نبينا محمد. قال رحمه الله: كتاب الأشربة. لما فرغ من كتاب الأطعمة انتقل إلى كتاب الأشربة، لأن الطعام والشراب مقترنان بالاستعمال، حاجة الناس إليهما. الله جل وعلا يقول: وكلوا واشربوا ولا تسرفوا. والأشربة جمع شراب، جمع شراب. والمصنف جمعها لأنها متعددة الأنواع، متعددة الأنواع، أي ذلك جاءت بصيغة الجمع. والمراد في هذا الباب بيان ما يحل وما يحرم من الأشربة. الأصل فيها مثل الأطعمة، الأصل فيها الحل، إلا ما دل الدليل على تحريمه. نعم. عن عبد الله بن عمر رضي الله تعالى عنهما أن عمر رضي الله تعالى عنه قال على منبر رسول الله صلى الله عليه وسلم: أما بعد، أيها الناس، إنه نزل تحريم الخمر، وهي من خمسة: من العنب والتمر والعسل والحنطة والشعير، والخمر ما خامر العقل. ثلاث: وددت أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان عهد إلينا فيهن عهدا ننتهي إليه: الجد والكلالة وأبواب من أبواب الربا. نعم. هذا الحديث أن عمر رضي الله عنه قال على منبر رسول الله صلى الله عليه وسلم، وذلك في خلافته، فأعلن للناس هذا الإعلان الهام. وهذا الحديث فيه مسألتان: المسألة الأولى بيان الخمر ومن ماذا تصنع، والمسألة الثانية مسائل أشكلت على عمر رضي الله عنه لم يتبين له فيها نظر، وتوفي رضي الله عنه وهي مشكلة عليه. أما المسألة الأولى، قال رضي الله عنه: نزل تحريم الخمر، يعني نزل في القرآن، إشارة إلى قوله تعالى: يا أيها الذين آمنوا إنما الخمر والميسر والأنصاب والأزلام رجس من عمل الشيطان اجتنبوه لعلكم تفلحون. إنما يريد الشيطان أن يوقع بينكم العداوة والبغضاء في الخمر والميسر، ويصدكم عن ذكر الله وعن الصلاة، فهل أنتم منتهون؟ هذا ما نزل في شأن الخمر والميسر، وهو القمار. الميسر هو القمار، وهو كل مسابقة يؤخذ عليها مال، ما عدا المسائل التي استثناها رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهي ثلاث: لا سبق إلا في نصل أو خف أو حافر. هذه الثلاث يجوز أخذ العوض عليها، أما المسابقات الباقية فلا يحل، وإنما تفعل من باب الرياضة، الرياضة للعقول أو الرياضة للأبدان، ولا يؤخذ عليها مال، لأن أخذ المال عليها من أكل المال بالباطل، ولما فيها من الغرر والجهالة. هذه القمار والميسر، وقد قرنه الله بالخمر في هاتين الآيتين، ما يدل على شدة تحريمه. وهي من خمس، يعني حين نزل القرآن
بتحريم الخمر وهي تصنع من هذه الخمس، يعني في المدينة، في المدينة التمر والعنب والعسل والحنطة والشعير، هذا ما كانت تصنع منه الخمر في المدينة حين نزول التحريم كما ذكره عمر رضي الله تعالى عنه. والخمر حرام بالكتاب والسنة والإجماع، فمن استحلها فإنه كافر مرتد عن دين الإسلام، لأنه مخالف للكتاب والسنة ولإجماع المسلمين، وشاربها يعتبر فاسقا لأنه فاعل لكبيرة من كبائر الذنوب، فإن كان استحلها فهو مرتد حتى ولو لم يشربها، إذا قال هي حلال ارتد ولو لم يشربها، وإن كان يرى تحريمها ولكن شربها من باب الشهوة فهذا مرتكب لكبيرة من كبائر الذنوب ويجب عليه الحد، يجلد شارب الخمر يجلد كما سبق، ما يدل على أن ذلك كبيرة من كبائر الذنوب، وذلك لأجل صيانة العقل، لأن العقل هو القيمة العظيمة في الإنسان يميز به بين الضار والنافع، ويتميز به عن البهائم، يميز به بين الحق والباطل. العقل من الضرورات الخمس التي جاء الشرع بحمايتها والمحافظة عليها، فلا يجوز للإنسان أن يتعاطى ما يخل بالعقل لما يترتب على ذلك من الأضرار اللاحقة به وبغيره، يعني يتعدى على الناس يضرب ويشتم ويسب لأنه ما عنده عقل يحجزه ويمنعه من تصرفات السيئة، حتى ربما فعل الفواحش ووقع على المحارم لأنه لا عقل له، فهي أم الخبائث. العقل الخمر هي أم الخبائث كما في الحديث، وقد لعن النبي صلى الله عليه وسلم الخمر وشاربها وساقيها وعاصرها ومعتصرها وبائعها وآكل ثمنها وحاملها والمحمولة إليه، لعن فيها 10 من مستعملها ومن تعاون معه، ما يدل على شناعتها وقبحها. وحتى لو سميت بغير اسم الخمر، العبرة ما ليست بالأسماء، العبرة بالحقائق. لو سميت بالويسكي أو الشراب الروحي أو غير ذلك فهذا لا يخرجها عن أنها خبيثة وأنها خمر، لأن الأسماء لا تغير الحقائق. وفي هذا الحديث دليل على أن الخمر مأخوذ مما خامر العقل، يعني غطاه، وكل ما يغطي العقل فإنه خمر من أي مادة كان. وذكر هذه الخمسة ليس من باب الحصر، وإنما هو من باب ذكر ما تصنع منه بالمدينة، فلو صنعت من غيرها فإنها تكون خمرا، لأن المدار على ما خامر العقل، يعني ما أسكر، في لفظ آخر ما أسكر كثيره فقليله حرام، فالمدار على الإسكار دون نظر إلى المادة التي تصنع منها، وهي خمر حقيقة من أي مادة، سواء مما ذكر في الحديث أو من غيره، ما دام أنه فيه الإسكار فهو خمر حقيقة.
هذا مذهب الجمهور، وهذا الحديث دليل لهم. وعند الحنفية أن الخمر حقيقة في عصير العنب ومجاز في غيره، مجاز في غير عصير العنب، يقاس عليه بجامع الإسكار. الجمهور يقول لا، هو خمر حقيقة ولا حاجة إلى القياس ولا حاجة إلى. ثمرة الخلاف أن الجمهور يرون أن الخمر يحرم قليله وكثيره، فما دام أنه يسكر كثيره فقليله حرام، ولو لم يسكر القليل هو حرام ويترتب عليه الحد. الحنفية أو فقهاء الكوفة يقولون الخمر حرام قليلها وكثيرها إذا كانت من العنب، وأما إذا كانت من غير العنب فيحرم كثيرها، يحرم ما يسكر، أما القليل الذي لا يسكر فلا يحرم. هذه فائدة الخلاف بينهم وبين الجمهور، فائدة الخلاف في القليل من غير عصير العنب إذا لم يسكر، القليل إذا لم يسكر وكثيره يسكر، الجمهور يرون أنه حرام وأنه خمر حقيقة، ولا غيرهم يقولون أنه خمر من باب المجاز والقياس فيحرم كثيره لا قليله ما دام أنه لم يسكر القليل. ولا شك أن الصواب مع الجمهور، هذا عمر على منبر الرسول صلى الله عليه وسلم يقول نزل تحريم الخمر وهي من خمس، ولم يقتصر على العنب بل عد ذلك إلى غيره، مع قوله صلى الله عليه وسلم كل مسكر خمر وكل خمر حرام، ما أسكر كثيره فقليله حرام. لا شك أن مذهب الجمهور هو الحق، وأن المسكر لا يحل قليله ولا كثيره، ومن أي مادة كان يسمى خمرا. وكون هذه الأشياء يصنع منها الخمر لا يمنع أنه يصنع من غيرها، إنما ذكر عمر ما يقع في المدينة في عهد نزول القرآن، أما ما عداها فيؤخذ من عموم قوله صلى الله عليه وسلم ما أسكر كثيره فقليله حرام، وقوله كل مسكر خمر وكل خمر حرام. أما المسألة الثانية وهي المسائل التي أشكلت على عمر رضي الله عنه، الأول الجد، يعني ميراث الجد والإخوة، الجد والإخوة، هل الإخوة يشاركون الجد أو لا يشاركونه، وما يسمى عند الفرضيين بباب الجد والإخوة. فأبو بكر الصديق وجماعة يرون أن الجد بمنزلة الأب، وأنه يحجب الإخوة كما أن الأب يحجبهم، فالجد يحجبهم فلا يرثون معه. وهذا مذهب أبي حنيفة، ورواية عن الإمام أحمد اختاره شيخ الإسلام ابن تيمية وابن القيم والشيخ محمد بن عبد الوهاب وجماعة من المحققين، أن الجد ينزل منزلة الأب فلا يرث معه الإخوة، لأن الإخوة إنما يرثون في الكلالة، والكلالة من لا والد له ولا ولد، والجد والد يحجبهم. وذهب بقية الخلفاء كعثمان وعلي وبعض الصحابة كابن عباس إلى أن الإخوة يشاركون الجد في الميراث، وليس الجد بمنزلة الأب مع الإخوة، بل هم يشاركونه، لأن الجد يدلي بالأب والإخوة يدلون بالأب، فلما استووا بالواسطة استووا في الميراث. وهذا مذهب زيد بن ثابت، مذهب الأئمة الثلاثة مالك والشافعي وأحمد في المشهور عنه أنهم يشاركون الجد في الميراث.
لاستوائهم في الواسطة بينهم وبين الميت، والمسألة لا تزال خلافية وشائكة جدا، ولها باب مخصوص في كتب الفرائض، كتب الفقه، كتب التفسير، موجودة باب الجد والإخوة. أما عمر فأشكل عليه ذلك وتوقف فيه، فلم يصدر له رأي في الإخوة مع الجد. ويقول: وددت لو أن رسول الله صلى الله عليه وسلم بين لنا في الجد والإخوة. وكذلك أشكلت عليه الكلالة، ما المراد بالكلالة؟ الجمهور على أن المراد بالكلالة من لا ولد له، وهذا بنص الآية: إن امرؤ هلك يستفتونك قل الله يفتيكم في الكلالة إن امرؤ هلك ليس له ولد. الله فسر الكلالة في آخر سورة النساء بأنه من لا ولد له، وألحق الجمهور بأنه من لا والد له أيضا، من لا والد، هو مذهب أبي بكر وجمهور الصحابة والعلماء على أنه من لا ولد له ولا والد، بدليل أن الله ورث الإخوة، والإخوة لا يرثون مع الوالد، لا يرثون مع الوالد بل يحجبهم، فدل على أنه ليس فيه أب. هذه مسألة الكلالة. سمي كلالة لأنهم يكللونه، لأن إخوته يكللونه، يعني يحيطون به، أو عصبته من أعمامه أو بني أعمامه يحيطون به ويكللونه. ومسائل من الربا لم يتبين لعمر. الربا حرمه الله والإجماع القطعي على تحريمه، هو حرام بالكتاب والسنة والإجماع، من استحله كفر، وهذا بالإجماع. لكن فيه مسائل أشكلت على عمر، ولم ينازع في تحريم الربا، وإنما أشكلت عليه بعض المسائل، هل تدخل في الربا أو لا تدخل، فلذلك توقف فيها ومات وهو لم يصدر رأيا فيها، وتمنى أن رسول الله صلى الله عليه وسلم بيّن فيها بيانا شافيا. هذا رأيه رضي الله عنه، أما عند غيره فيرون أن الله بيّن فيها بيانا شافيا. نعم. وعن عائشة رضي الله تعالى عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم سئل عن البتع فقال: كل شراب أسكر فهو حرام، البتع نبيذ العسل. البتع بالكسر وإسكان التاء، أو البتع بالفتح، كلاهما جائز لغة، وهو شراب العسل المسكر، يعني شراب العسل المسكر. العسل إذا تخمر يوضع في الماء لتحليته، وما يسمى بالنبيذ، ويترك حتى يشتد ويزبد، عند ذلك يتخمر يصير خمرا. مر في حديث عمر أن من جملة ما تصنع منه الخمر العنب، وهذا الحديث نص في ذلك، وسمي بالبتع أو البتع. هذا فرد من أفراد مشتقات الخمر، وهي المصنوعة من العنب، وجزئية من جزئيات الخمر. نعم. وعن عبد الله بن عباس: وفيه ما أسكر كثير وقليله حرام. هذا دليل للجمهور على أن ما أسكر كثيره فقليله حرام، لأنه خمر، خمر حقيقة. نعم. وعن عبد الله بن عباس رضي الله تعالى عنهما قال: بلغ عمر رضي الله تعالى عنه أن فلانا باع خمرا فقال: قاتل الله فلانا، ألم يعلم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: قاتل الله اليهود، حرمت عليهم الشحوم، فجملوها فباعوها. جملوها أي أذابوها. نعم. هذه واقعة حصلت بعض الصحابة رضي الله عنهم، أنه اجتهد
أباع الخمر ظنا منه أن التحريم إنما هو للشرب فقط، شرب الخمر، وأنه لا يتناول بيعها. فلما بلغ عمر استنكر هذا وقال: قاتل الله فلانا. هذه كلمة زجر ودعاء دل على أن هذا التصرف خطأ. ثم استدل على ذلك بالقياس على ثمن شحوم الميتة، شحوم الميتة وتصرف اليهود، أنهم لما حرمت عليهم شحوم الميتة أذابوها وجعلوها ودكا وباعوها، وقالوا ما بعنا شحوم، بعنا ودك، وأكلوا ثمنها. هذا من باب الاحتيال. ففعل هذا الصحابي يشبه فعل اليهود بأنهم استحلوا بيعها وقالوا إنهم هم مثل أكلها. والرسول صلى الله عليه وسلم يقول إن الله، لما ذكر صنيع اليهود قال: إن الله إذا حرم شيئا حرم ثمنه. قال صلى الله عليه وسلم: قاتل الله اليهود، حرمت عليهم شحوم الميتة فجملوها ثم باعوها وأكلوا ثمنها. ثم قال صلى الله عليه وسلم: إن الله إذا حرم شيئا حرم ثمنه. هذه قاعدة عظيمة، فالحرام لا يجوز بيعه وأكل ثمنه من أي شيء. كل مادة محرمة كالميتة والخنزير وكل مادة محرمة فإنه لا يجوز بيعه، والحشيش والدخان والقات كل مادة محرمة فلا يجوز بيعه، وآلات اللهو كل مادة محرمة لا يجوز بيعه، والأصنام يعني الصور تماثيل كل مادة محرمة يحرم استعمالها فإنه لا يجوز بيعها ولا أكل ثمنها. هذه قاعدة عظيمة في الشريعة، وهي منصوصة من الرسول صلى الله عليه وسلم، واستدل بها عمر. وقوله قاتل الله فلانا هذا أخذا من قوله صلى الله عليه وسلم: قاتل الله اليهود. فهذا زجر بليغ. وهذا الصحابي الذي فعل هذا إنما فعله من غير قصد، يعني تعمد، فعله من غير تعمد، وإنما بناه على ظن أن التحريم قاصر على شربها فقط، وهذا ظن خاطئ. فدل هذا على إنكار المنكر، دل هذا على إنكار المنكر وبيان الخطأ والرد على المخالف، ولا يقال هذه حرية الرأي وكل له رأي وكل له اجتهاد. لا، من خالف الدليل فإنه يزجر ويرد عليه ويبين خطأه. نصيحة له وللمسلمين، نصيحة له ليتوب، ونصيحة للمسلمين ألا يفعلوا مثل فعله. فهذا فيه إنكار المنكر، وفيه الرد على المخالف، وفيه التغليظ في الإنكار إذا كان هذا الأمر يقتضي التغليظ، يغلظ عليه ويقال: قاتل الله فلانا. نعم. قال رحمه الله تعالى: كتاب اللباس. انتهى من كتاب الأشربة، ينتقل إلى كتاب اللباس. اللباس من نعم الله سبحانه وتعالى على بني آدم. قال تعالى: يا بني آدم قد أنزلنا عليكم لباسا يواري سوآتكم وريشا ولباس التقوى ذلك خير. لباسا يواري سوآتكم يعني عوراتكم، وريشا وهو الزينة أكثر من ستر العورة، وهو اللباس الذي للتجمل. اللباس فيه فائدتان،
الفائدة الأولى ستر العورة، يواري سوآتكم يعني يغطيها، والفائدة الثانية تجميل الهيئة، فاللباس الجميل النظيف جمل الهيئة، هذا أمر مطلوب شرعا، تجمل بما أباح الله هذا أمر مطلوب شرعا، في الحديث إن الله جميل يحب الجمال وريشا. ثم قال ولباس التقوى، لما ذكر اللباس الحسي ذكر اللباس المعنوي وهو أبلغ من اللباس الحسي. لباس التقوى الذي يغطي عورات المسلم وذنوبه خير من لباس الجسم، فلا يكفي لباس الجسم والتزين والإنسان ما عنده تقوى. ولهذا يقول الشاعر إذا المرء لم يلبس ثيابا من التقى تقلب عريانا وإن كان كاسيا. فلباس التقوى خير من لباس الجسم، مع أن لباس الجسم مطلوب لكن خير منه لباس التقوى. وهذا من باب التنبيه من الله جل وعلا بالمناسبة، لما ذكر اللباس الحسي ناسب أن يذكر اللباس المعنوي، مثل قوله تعالى وتزودوا فإن خير الزاد التقوى. تزودوا يعني للسفر، سفر الحج وغيره، خذوا معكم زاد ولا تكونوا عالة على الناس، تزودوا. ثم نبه على زاد أهم وهو التقوى. لماذا سميت التقوى زادا؟ لأنها زاد لسفر الآخرة، سفر الآخرة يحتاج إلى زاد، وزاده ليس الطعام والشراب وإنما زاده التقوى، فإن خير الزاد التقوى. فهذا بالمناسبة، الله جل وعلا لما ذكر الشيء ذكر ما يناسبه تنبيها على ما هو أهم. فاللباس نعمة من الله سبحانه وتعالى على عباده، وكشف العورة فاحشة، سماه الله فاحشة في نفس الآيات، فإن الآيات نزلت من سورة الأعراف ردا على أهل الجاهلية الذين يطوفون بالبيت وهم عراة تقربا إلى الله بزعمهم، وإذا فعلوا فاحشة قالوا وجدنا عليها، وفعلوا فاحشة يعني كشفوا عوراتهم، وهذا عند الطواف. وإذا فعلوا فاحشة قالوا وجدنا عليها آباءنا. لا يجوز الإنسان يقلد الناس وهم على خطأ، هذا تقليد أعمى. وجدنا عليها آباءنا، الاستدلال بفعل الآباء والأجداد من غير دليل هذا مردود، كان يخالف الدليل. إذا كان فعل الآباء والأجداد يخالف الدليل فإنه مردود. وجدنا عليها آباءنا. ثم أعظم الفرية فقالوا والله أمرنا بها، الله أمرنا بها، كذبوا على الله سبحانه وتعالى لأن الله أمرهم أن يكشفوا عوراتهم عند الطواف. هذا من القول على الله والكذب على الله، هذا أشد. قل إن الله لا يأمر بالفحشاء، هذا أعاد أن كشف العورة فحشاء يعني متناهي في القبح، الفاحش هو المتناهي في القبح، وكشف العورة قبيح متناهي في القبح وفاحشة. والمتمدنون اليوم والمستغربون ينادون بكشف عورات النساء والسفور وخلع الحشمة، هذا من مثل فعل الجاهلية، هذا مثل فعل الجاهلية والعياذ بالله، ويعتبرون هذا من الرقي وأن الحجاب تأخر ورجعية وتقاليد بالية، يقولون لا آخر ما يهذون به.
فما أشبه الليلة بالبارحة، نسأل الله العافية. يعتبرون العري وكشف العورة يعتبرونه من التقدم، وأن ستره من الرجعية والتقاليد البالية وما أشبه ذلك، نسأل الله العافية. نعم. وعن عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا تلبسوا الحرير، فإنه من لبسه في الدنيا لم يلبسه في الآخرة. نعم، الحرير هو القماش المصنوع من خيوط القز، من خيوط القز، دودة القز، فيه دودة أو ما يسمى بالسراوة، سلو، ينتج خيوط ناعمة لها لون جذاب، ويحوكها حول نفسه، يحوك هذه الخيوط حول نفسه كالمسكن له ولفراخه، فيأخذون هذه الخيوط ويجمعونها وينسجون منها الحرير الناعم الجيد، فهو مأخوذ من دودة القز. وهذا من قدرة الله عز وجل أن هذا المخلوق الضعيف ينتج هذا الإنتاج الجميل الطيب، كما أن النحل ينتج أطيب الأشربة وهو العسل، هذا من قدرة الله جل وعلا. فهذا الحرير يباح للنساء، يباح للنساء كما يباح لهن التحلي بالذهب، أما الرجال فيحرم عليهم التحلي بالذهب ولبس الحرير. فالحرير والذهب حلال للنساء، حرام على الذكور، بنص الحديث الصحيح: حل لإناث أمتي، جاء صلى الله عليه وسلم ومعه حريرة ومعه ذهب، وقال لأصحابه: هذان حلال لإناث أمتي حرام، حل لإناث أمتي حرام على ذكورها. فلا يجوز للرجل أن يلبس الحرير الخالص، حرير الخالص حرام على الرجل، سواء لبسه ثوبا كاملا أو لبس شيئا منه كالفنيلة والشراب وغطاء الرأس، ما صنع من الحرير الخالص أو نسج من الحرير الخالص فهو حرام على الرجال، على الذكور حتى الصغار، هو بالرجال بس، الذكور عموما، يحرم على الصغير ما يحرم على الكبير، لكن الصغير يخاطب وليه والكبير يخاطب هو، وذلك لأجل والله أعلم منع الميوعة. الرجل خلقه الله ليكون قويا لا ليكون فيه رقة وميوعة، أما النساء فهي بحاجة إلى هذا لأنها محل المتعة والتزين للزوج، يباح لها ذلك كما أبيح لها التحلي بالذهب. أما الرجل فإنه يحرم عليه التحلي بالذهب ولبس الحرير، لأنه رجل ذو شهامة وقوة، فلا يليق به الرقة في ملابسه. هذا من ناحية. الناحية الثانية: ما في ذلك من الإسراف، ما في ذلك من الإسراف والمخيلة، فإن الإنسان إذا لبس الحرير صار فيه خيلة، صار فيه إسراف، صار فيه كبر، والمطلوب من المسلم التواضع في لباسه وفي أموره، ألا يلبس هذه الأشياء بحجة أنه غني أو أنه سلطان أو أنه كبير، لا، لا يجوز هذا. المسلم مسلم على أي شكل كان، غنيا أو فقيرا أو سلطانا أو صعلوكا أو ذكرا أو أنثى أو صغيرا أو كبيرا أو حرا أو عبدا، هو مسلم،
يتجنب ما حرم الله سبحانه وتعالى، من ذلك لبس الحرير، إلا أنه يستثنى من الحرير استثناءات. أولاً يستثنى الحرير الخالص لمن أصابته حاجة للبس الحرير، كالإنسان اللي فيه جرب ولا حتة شديدة حساسية، إذا لبس الحرير خف عنه ذلك أباح الشارع له لبس الحرير نظراً لحاجته إلى ذلك، كما رخص النبي صلى الله عليه وسلم بعض الصحابة لما أصابهم شيء من الجرب أو الحكة رخص لهم في لبس الحرير من باب العلاج. ثانياً المخلوط من الحرير وغيره من القماش أو من النسيج، المخلوط من الحرير ومن القطن أو من الكتان، فهذا ينظر، إن كان الغالب الحرير فهو حرام لأن الحكم للأغلب، وإن كان الأغلب غير الحرير فهو حلال، فينظر إلى الأغلب. وبعضهم يقول لا، ينظر إلى الظهور، إلى الظهور، فإن كان الحرير هو الأظهر يحرم، وإن كان غير الحرير هو الأظهر والحرير مغمور فهذا جائز. فالعبرة إما بالظهور أو بالكثرة والأغلبية. ثالثا، يباح من الحرير تطريز الثوب أو الفروة أو البشت، يباح تطريز قدر 4 أصابع فما دون، الطراز على الجيب، الطراز على الأكمام، الطراز على الفروج، فروج الفرا، لا بأس بذلك، تطرز الثياب بالحرير شرطا لا يكثر ويزيد على 4 أصابع. هذه استثناءات من الحرير. نعم. فإنه من لبسه في الدنيا عن عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا تلبسوا الحرير، فإنه من لبسه في الدنيا لم يلبسه في الآخرة. نعم، قال صلى الله عليه وسلم، خطاب للرجال، بدليل أن النساء أباح لهن الرسول لبس الحرير، فالمراد بلا تلبسوا هنا الرجال، ولو لم يأتي دليل لدخلت النساء، لكن جاء دليل يخصص، مثل زور القبور، هذا خطاب للرجال، بدليل أن الرسول قال: لعن الله زوارات القبور. فالأصل في الخطابات العموم إلا ما دل الدليل على تخصيصه، وهنا جاء التخصيص، قوله صلى الله عليه وسلم: لا تلبسوا الحرير، هذا خطاب للرجال، فإنه من لبسها في الدنيا، بين العقوبة لما نهى عنها، بين من خالف هذا النهي ولبس الحرير ماذا تكون عقوبته، أنه لا يلبسها في الآخر، يعني في الجنة، لأن لباس أهل الجنة حرير كما في القرآن، ولباسهم فيها حرير، فيحرم من لبسه في الدنيا، يحرم من هذا اللباس في الجنة، حتى ولو دخل الجنة فإنه يحرم، لأن من تعجل شيئا قبل أوانه عوقب بحرمانه كما هي القاعدة، فهذه عقوبة رادعة. نعم. وعن حذيفة بن اليمان رضي الله تعالى عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: كما أن من شرب الخمر في الدنيا لم يشربها في الآخرة، لأن من شراب الجنة الخمر النزيه، الخمر المفيد، الخمر الطيب، ما هو بالخمر الخبيث، يعني يشربون من الخمر الطيب المفيد اللذيذ الذي ليس له عاقبة سيئة، هذا خمر الجنة، يخالف خمر الدنيا وإن اشترك معه في الاسم. من شرب الخمر في الدنيا الخبيثة يحرم من الخمر الطيبة في الجنة يوم القيامة،
عقوبة له. نعم. وعن حذيفة بن اليمان رضي الله تعالى عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: لا تلبسوا الحرير ولا الديباج، ولا تشربوا في آنية الذهب والفضة، ولا تأكلوا في صحافها، فإنها لهم في الدنيا ولكم في الآخرة. نعم. لا تلبسوا، نعم، لا تلبسوا الحرير ولا، لا تلبسوا الحرير ولا الديباج. الديباج نوع من الحرير، ولكنه نوع خاص، وهو ما رق من الحرير، ما رق من الحرير. فقوله لا تلبسوا الحرير هذا لفظ عام، ثم خصص أو ذكر فردا من أفراده، وهم من باب التخصيص، وإنما هو من باب التنصيص زيادة. ولا الديباج، وهو ما رق من الحرير، ما رق من الحرير. لا تلبسوا الحرير ولا الديباج، هذا مؤكد لما سبق الحديث الذي قبله، لكن فيه زيادة الديباج، وهو نوع من الحرير، وهو ما رق منه، ما رق من الحرير. وفيه أيضا النهي عن الشرب في آنية الذهب والفضة، وهذا محله في باب الآنية كما سبق، كما سبق في باب الآنية. فيحرم على المسلمين رجالا ونساء، يحرم عليهم أن يتخذوا أواني الذهب والكيسان والأكواب من الذهب للشراب أو للقنية والتزين بها، وجعلها من أدوات الزينة في البيت، هذا حرام، لا يجوز لا للرجال ولا للنساء، لما في ذلك والله أعلم من الفخر والخيلاء، وقيل لما في ذلك من كسر السكة، لأن الله خلق الذهب والفضة لتكون نقودا وأثمانا، فلو أنها جعلت أواني لضيق ذلك على الناس، وأغلى الذهب والفضة على الناس، فهي تستعمل لما خلقت له. وأما الأواني فهناك أواني غيرها، وقد تكون جميلة أيضا، أواني جميلة، ونحن لا نمنع من استعمال الجمال في الأواني، لكن الذهب والفضة خاصة، هذا ممنوع، هذا ممنوع بنص الحديث. ويأتي في الحديث أنها لهم في الدنيا، يعني للكفار، ولكم في الآخرة، الآخرة الجنة أوانيها من الذهب والفضة كما في القرآن، من الذهب والفضة، يطاف عليهم بصحاف من ذهب وأكواب، يعني من ذهب وفضة أيضا، فالذهب والفضة تكون من أواني أهل الجنة، الذي يتجنبها في الدنيا تباح له في الآخرة في الجنة، والذي يستعملها في الدنيا يحرم منها في الجنة. وأيضا هذا فيه تشبه بالكفار، لأنها لهم في الدنيا، هذا دليل على تحريم التشبه، وأن ما كان من خصائص الكفار لم يجز لنا أن نتشبه بهم فيه. نعم، أعد الحديث. وعن حذيفة بن اليمان رضي الله تعالى عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: لا تلبسوا الحرير ولا الديباج، ولا تشربوا في آنية الذهب والفضة، ولا تأكلوا في صحافها. ولا تأكلوا في صحافها، يعني لا يجوز استعمال أواني الذهب والفضة، سواء للأكل أو للشرب أو للقنية، يجعلون في بيوتهم وفي زيناتهم كيسان من الذهب أو مذهبة
هو خاص بالذهب الخالص، حتى ولو كان هي من غير الذهب لكن طرزت بالذهب وزينت بالذهب، فلا يجوز. يحرم الذهب، يحرم الأواني من الذهب الخالص والأواني التي فيها ذهب وفيها غير ذهب، إلا ما يأتي أو ما سبق في باب الآنية من إباحة الضبة من الفضة في الإناء المنكسر، هذا سبق في باب الآنية. نعم. وعن البراء بن عازب رضي الله تعالى عنه قال: ما رأيت من ذي لمة في حلة حمراء أحسن من رسول الله صلى الله عليه وسلم، له شعر يضرب إلى منكبيه، بعيد ما بين المنكبين، ليس بالقصير ولا بالطويل. هذا الحديث فيه أوصاف رسول الله صلى الله عليه، أو شيء من أوصاف رسول الله صلى الله عليه وسلم في جسمه وفي ملابسه عليه الصلاة والسلام، من أجل الاقتداء به في ذلك. ففي لباسه عليه حلة حمراء، والحلة هي اللباس المكون من الإزار والرداء، هذا تسمى حلة، تسمى حلة من الإزار والرداء. وقوله حمراء، مع أنه سيأتي النهي عن لباس الأحمر، ما الجمع بين الأحاديث؟ الجمع أنها حمراء يعني غير خالصة، فيها ألوان غير الحمرة، ألوان غير حمرة. فإذا كان اللباس مثل شمغكم هذه فيه أحمر وأبيض، ما هو بأحمر خالص، فلا بأس، لا بأس. أما إذا كان أحمر خالص فهذا لا يجوز، هذا لا يجوز للرجال. فقوله حلة حمراء يعني أنها فيها حمرة وليست خالصة، بدليل الحديث عن النهي عن المياثر الحمر كما يأتي. نعم. ما رأيت من ذي لمة في، نعم، في حلة حمراء، ذو لمة، اللمة هي شعر الرأس يصل إلى المنكبين، هذه اللمة، شعر الرأس يصل إلى المنكبين، ودل على أن الرسول صلى الله عليه وسلم كان يغذي رأسه ويعتني به، يعتني به ويرجله ويدهنه عليه الصلاة والسلام، لأجل ما يكون شعث أو مغبر، تجمل، هذا من باب التجمل في الهيئة. فمن اقتدى بالرسول صلى الله عليه وسلم وغذى شعره على الصفة، شعر رأسه غذاه على الصفة الواردة عن الرسول صلى الله عليه وسلم، فهذا سنة. ولهذا يقول الإمام أحمد إن هذا سنة، ولو نقدر عليه فعلناه، لكن له مؤونة، هو مؤونة، يحتاج إلى عناية ويحتاج إلى متابعة. وإلا من أراد أن يقتدي بالرسول بصفة رأس، شعر رأسه، فليفعل، لا على الصفة التي يستعملها الناس والكفار والشباب الجاهل من اتخاذ الشعور على غير صفة شعر الرسول صلى الله عليه وسلم، فهذا تشبه ولا يجوز. ما هو كل من غذى رأسه نقول لا، اللي يغذي رأسه على الصفة الواردة عن الرسول صلى الله عليه وسلم. أما تغذية الرأس والشعور على صفات غير سنية فهذا لا يجوز. نعم. وكانت لمته صلى الله عليه وسلم تضرب إلى منكبيه، إلى منكبيه، وكان بعيد المنكبين عليه الصلاة والسلام، وكان عليه الصلاة والسلام ليس بالقصير ولا بالطويل، يعني ربعة من الرجال، ربعة من الرجال، لأن هذا أجمل ما يكون، أن يكون الإنسان بين الطويل والقصير، فلا يكون قصيرا فقط أو طويلا فقط، وإنما يكون بين هذين. هذه صفة جسم الرسول صلى الله عليه وسلم، وهذا ليس للإنسان في حيلة، الإنسان ما هو اللي يكون حجمه يصير بين القصير، هذا خلقة الله جل وعلا،
لكن هذا دليل على مظهر الرسول صلى الله عليه وسلم، وأن الله اختار له هذه الخلقة الحسنة عليه الصلاة والسلام. نعم. وعن البراء بن عازب رضي الله تعالى عنه قال: أمرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم بسبع ونهانا عن سبع. نقف عند هذا. صلى الله عليكم سماحة الوالد، يقول السائل: هل الحشيش وما أشبهه من المخدرات يعتبر خمر أم يقاس عليه؟ وهل يعتبر بنفس درجة التحريم في الخمر؟ الحشيش والمخدرات أخبث من الخمر. الخمر يجني على العقل فقط، وأما المخدرات فإنها تجني على الجسم وعلى العقل، تجني على الجسم وعلى العقل، فهي أخبث من الخمر وأشد من الخمر والعياذ بالله، ومآلها إلى الهلاك الذي يشربها كما ترون وكما تسمعون، ما يستمر على قيد الحياة إلا كالجثة أو كالرمة التي لا ليس فيها إلا بقاء الحياة فقط، وليس فيها نفع بل فيها ضرر عظيم والعياذ بالله. والمصيبة أنه ما يصبر، يبتلى ولا يصبر عن هذا الشيء، ويريد الحصول عليه ولو بعرضه، ولو ببذل عرضه يريد الحصول على هالخبيث هذا. هذا أشد من الخمر والعياذ بالله، أشد من الخمر. فالحشيش ما يقال إنه مثل الخمر، يقال أشد، أشد من الخمر، نسأل الله العافية، لأنه يجني على العقل وعلى الجسم، ويورث الأمراض الفتاكة، وينفذ المال بغير فائدة، ويصاب بالإدمان. هذا شديد، أنه يصاب بالإدمان، لو أراد يتوب صعب عليه أنه يتوب، يكبلها الخبيث هذا تكبيل والعياذ، مثل الدخان، دخان خبيث يكبل الإنسان، فيه إدمان مع ما فيه من الأمراض التي لا تخفى، فهو مفتر، الدخان يسمى بالمفتر، والحشيش يسمى بالمخدر، والخمر يسمى بالمسكر، وكلها حرام. والله أكرم هذا الإنسان وخلقه في أحسن تقويم، فكيف يجني الإنسان على خلقته وعلى جسمه وعلى حواسه يجني عليها والعياذ بالله؟ لكن الشيطان، شياطين الإنس والجن وقرناء السوء وجلساء الفساد والدعايات الخبيثة هي التي تروج هذه الأشياء، وتغيب العقول عند ذلك، العقول تغيب عند ذلك وتغلب عند ذلك، لا سيما التقليد الأعمى للرفقة وللجلسة والانخداع بالدعايات، ويقولون أنت لا تصير متشدد، لا تحرم نفسك من هذه الأشياء، هذه أشياء تعطيك قوة وتعطيك سعة صدر وتعطيك انبساط، وخلك مع زملائك ومع انبسط معهم، وهكذا من الدعايات الباطلة. هذه هي نتيجة لجلساء السوء ودعاة الضلال، وأيضا نتيجة للذين يبتزون أموال الناس، فهؤلاء الذين يروجون هذه الخبائث يبتزون بها أموال الناس، يأخذون ماله ويأخذون عقله ويأخذون جسمه والعياذ بالله، ماذا بقي له؟ نسأل الله العافية. فكروا لو أن الإنسان اشترى بهذه الدراهم أشياء طيبة، فواكه، أشربة طيبة، طعام طيب، لحم، هذا مفيد، هذا مفيد، ويمدح عليه، يمدح، كلوا واشربوا ولا تشربوا. لكن إذا نفذ ماله في المحرمات، في المسكرات، في المخدرات، في المفترات، فهذا سفيه، يحجر عليه لأنه سفيه. هذا أشد سفاه من الذي يبذر ماله في المباحات،
تبذير المال حتى في المباحات حرام، كلوا واشربوا ولا تسرفوا ولا تبذر تبذيرا، تبذير المال في المباحات حرام وإسراف، فكيف بإتلاف في المحرمات؟ النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن إضاعة المال، المال محترم وليس هو لك وحدك، المال لك ولقرابتك وللمجتمع، ولا تؤتوا السفهاء أموالكم التي جعل الله لكم قياما، فهو قيام للناس مصالحهم، كونك تتلفه في هذه الأشياء وبالتالي تتلف جسمك وعقلك هذا أسفه السفه والعياذ بالله. نعم. أحسن الله إليكم سماحة الوالد. يقول السائل: ذكر عمر رضي الله تعالى عنه العسل من الخمس التي يصنع منها الخمر، مع أن العسل ذكره الله جل وعلا فيه شفاء للناس. هذا التمر، التمر من الطيبات، والحنطة من الطيبات، والشعير من الطيبات، لكن تحول إلى خبائث، تحول من طيبات إلى خبائث، تخمر وتصنع وتصير خبائث، لكن أصلها طيب، لكن حولت وصنعت إلى خبائث. العسل كذلك أصله طيب وفيه شفاء للناس، حول إلى ضرر على الناس ومرض على الناس بالخمر. نعم. أحسن الله إليكم سماحة الوالد. يقول السائل: هل يكفر من استحل شيئا من الصغائر؟ لا، يكفر إذا استحل شيئا مجمعا على تحريمه، أما الشيء اللي فيه خلاف، فيه خلاف فيعذر عن التكفير بوجود الخلاف، لعله أخذ أو قلد من قال بذلك فيدرى عنه التكفير. فالتكفير إنما يكون في الأشياء المجمع عليها إجماعا قطعيا. نعم. أحسن الله إليكم سماحة الوالد. يقول السائل: هل يصح في الوعيد أن من شرب الخمر لا تقبل منه الصلاة 40 ليلة؟ نعم. يقول أحسن الله إليكم: هل يصح في الوعيد أن من شرب الخمر لا تقبل منه الصلاة 40 ليلة؟ والله ما أدري، ما أستحضر هذا، لكن في الحديث أن مدمن الخمر كعابد الوثن، مدمن الخمر كعابد الوثن، فالذي يعبد الوثن ويألف هذا ويشرب به في قلبه ولا ويحبه مثل شارب الخمر، لا يستطيع فراق الخمر. الوثني لا يستطيع فراق الوثن لأنه أخذ قلبه. وأشربوا في قلوبهم العجل، بني إسرائيل أشربوا في قلوبهم حب العجل الذي يعبدونه والعياذ بالله، فلولا أن الكفار يحبون الأصنام لما عبدوها. فهذا من العقوبات، هذا من العقوبات، من ترك محبة الله جل وعلا الذي خلقه ورزقه وأمره بعبادته يبتلى بمحبة الأصنام ومحبة الخبائث والخبيثين، نسأل الله العافية. هذا من التحول. نعم. أحسن الله إليكم سماحة الوالد. يقول السائل: هل هناك علة واضحة في تحريم الشرب من آنية الذهب والفضة حتى يقاس عليها سائر وجوه الانتفاع؟ إذا عللت بأن المراد بالفخر والخيلة أو كسر قلوب الفقراء أو تضييق السكة الثمنية، فإنها يشاركها، كل ما شاركها في ذلك يدخل في التحريم. فلا شك أن الأواني والقدور والأشياء هذه إن فيها خيلاء وفيها إسراف وفيها كبرياء. نعم. صلى الله عليكم سماحة الوالد. يقول السائل: نص الحديث: ولا تأكلوا في صحافهما، من صحافهما، حرم الصحاف أيضا. نعم. صلى الله عليكم سماحة الوالد. يقول السائل: ما حكم الجلوس على فرش الحرير؟ لا يجوز، لا يجوز لا للرجال ولا للنساء استعمال الحرير فرشا، هذا أمر لا يجوز، إنما أبيح للنساء للتجمل، والفرش ليس فيها تجمل، العلة ليست موجودة في الفرش التي من أجلها أبيح للنساء. نعم. يقول أحسن الله إليكم في تتمة سؤاله:
وهل يجوز استخدام فرش الحرير في غير الجلوس؟ لا يجوز، لا يجوز أبدا استعمال الحرير، لا يجوز لا في الجلوس ولا في التعليق على الجدران ولا في اللباس، لا يجوز استعماله لما فيه من الفخر والخيلاء والإسراف. نعم، لكن الآن في أشياء تسمى حرير وهي ليست حرير، يسمونها الحرير الصناعي، هذه لا تأخذ حكم الحرير في التحريم لأنها ليست حريرا وإنما هي حرير صناعي، يسمونه حرير وهو ليس بحرير، قد يشبه الحرير في النعومة واللون لكن ما هو حرير. نعم. أسأل الله إليكم سماحة الوالد، يقول السائل: تقدم معنا أن الذي أنكر عليه عمر رضي الله تعالى عنه في بيع الخمر هو صحابي، يقول ما هو الدليل على أنه صحابي؟ جاء في الرواية وسموه بعد، سموه لكن لا نحب نذكر اسمه، له سمي في بعض الروايات الصحيحة. نعم. أسأل الله إليكم. هذا اجتهاد منه رضي الله عنه. نعم. أسأل الله إليكم سماحة الوالد، يقول السائل: كيف أشكلت الكلالة على عمر رضي الله تعالى عنه وهي في نص القرآن؟ أشكل عليه دخول الوالد فيها اللي في القرآن الولد، مع أنه أيضا الرسول صلى الله عليه وسلم قال: تكفيك آية الصيف، يعني الآية التي في آخر سورة النساء، قال له: تكفيك آية الصيف، أي التي نزلت الصيف في آخر سورة البقرة، وأما في أول السورة فلم يفسر الكلالة. نعم. أسأل الله إليكم سماحة الوالد، في قول عمر رضي الله تعالى عنه: قاتل الله فلانا، إذا كان المعنى لعن الله فكيف يوجه كلام عمر رضي الله تعالى عنه عندما قال قاتل الله فلانا؟ باب التغليظ، وأخذا من قول الرسول صلى الله عليه وسلم قاتل الله اليوم، أخذا من باب الزجر. نعم. أسأل الله إليكم سماحة الوالد، يقول السائل: اليهود استحلوا ما حرم الله بالفعل وهو أنهم جملوا الشحوم، فهل الاستحلال يكون بالفعل أحيانا، وما هو ضابط الاستحلال؟ الجمل هذا وسيلة، ما هو المقصود، هذا وسيلة إلى جعل تحويلها ودك. نعم. والوسيلة لها حكم الغاية. نعم. صلى الله عليكم، يقول: وما هو ضابط الاستحلال؟ الاستباحة، الاستحلال والاستباحة. نعم. صلى الله عليكم سماحة الوالد، يقول السائل: هل الحنفية بالنسبة للقليل الذي لا يسكر يفرقون بين ما صنع من العنب وغيره، أما أن ما لا يسكر قليله ليس بحرام عندهم سواء كان من العنب أو غيره؟ لا، هم مجمعون مع الجمهور على أن خمر العنب حرام قليله وكثيره، ومختلفون مع الجمهور في القليل من غير الخمر الذي لا يسكر، القليل الذي لا يسكر هل يحرم أو لا؟ عندهم ما يحرم، لأن العلة عندهم هي الإسكار، وهذا ما يسكر وليس هو من العنب فلا يدخل في الخمر عندهم. أشك أن هذا مذهب مرجوح. نعم. أسأل الله إليكم سماحة الوالد، يقول السائل: هل ما يسمى بالذهب الأبيض يدخل في الذهب المنهي عن لبسه للرجال، وهل يجوز لبسه للرجال أم أن فيه تشبها بالنساء؟ إذا كان ما يسمى بالذهب الأبيض من مادة غير مادة الذهب كالبلاتين والأحجار الكريمة وما أشبه ذلك هذا لا يحرم، أما إذا كان المراد بالذهب الأبيض الذهب الأصلي لكن ألبسوه لونا أبيض، أنا سمعت أن الصاغة الآن يلبسون الذهب لون أبيض يسمونه الذهب الأبيض، هذا لا يجوز هو حرام لأنه ذهب وإن تغير لونه. نعم. أسأل الله إليكم سماحة الوالد، هل البتع من العنب أم إنه من العسل؟ عندك في الرواية وش قال؟ في الرواية ذكر أنها من العسل. من العسل، خلاص وش تبي غير هذا؟ نعم. أسأل الله إليكم سماحة الوالد، يقول السائل: هل الجائز قدر 4 أصابع من الحرير طولا أم عرضا؟ طراز، المراد الطراز، لا يزيد عرضه عن 4 أصابع عرضه، وبعضهم يقول حتى طوله، لكن الواضح والله أعلم أن المراد
عرضه لا يزيد على 4 أصابع. نعم. صلى الله عليه. وبعضهم يقول ما مجموعه لو جمع من الثوب ما يتعدى 4 أصابع، ولكن كل هذه أقوال، والله أعلم. أن المراد أن الطراز ما يزيد على 4 أصابع عرضه ولو زاد طوله. نعم. لأن الثوب طبيعته يحتاج إلى زيادة، يحتاج إلى زيادة. هو الجيب 4 أصابع فقط، الجيب أوسع من ذلك، فروج الفراء أوسع من ذلك. نعم. صلى الله عليكم. سمع البشوت اللي تطرز بالحرير أوسع من 4، يعني طول أوسع طولها من 4 أصابع، أما العرض نعم. نعم. صلى الله عليكم. سماحة الوالد، يقول السائل: ما هو سبب إفراد الديباج بالنهي مع أنه نوع من الحرير؟ نعم، يشمل الحرير بجميع أنواعه، ما رق منه وما خشن من الاستبرق، الاستبرق والحرير والديباج كلها أنواع من الحرير، لكن الديباج لما رق والاستبرق لما غلب. نعم. أحسن الله إليكم سماحة الوالد، يقول السائل: ما هو الحكم إلى والله أعلم، أيضا لأجل بيان أنه وإن سمي بغير الحرير، سمي ديباج فلا يمنع، فلا يخرجه من التحريم. العبرة بالحقيقة لا بالأسماء، سمي ديباج أو استبرق أو. نعم. صلى الله عليكم سماحة الوالد، يقول السائل: هل الإشكالات التي أشكلها عمر رضي الله تعالى عنه تعارض قول الله جل وعلا: اليوم أكملت لكم دينكم؟ الله أكمل لنا دينه ما في شك، لكن كل الناس يفهمون ما بينه الله، ما أحد يحيط بهذا. هذا عمر على جلالته أشكلت عليه هذه الأمور، هذا دليل على أن الإنسان لا يحيط بالعلم كله. الله جل وعلا يقول: وما أوتيتم من العلم إلا قليلا، قال تعالى: وفوق كل ذي علم عليم. الهدهد ماذا قال لسليمان؟ قال: أحط بما لم تحط به. نعم. أحسن الله إليكم سماحة الوالد، يقول السائل: ما هو الحكم إذا وضعنا مسابقة للطالب المثالي في حفظ؟ نعم. يقول أحسن الله إليكم: ما الحكم إذا وضعنا مسابقة للطالب المثالي في حفظ القرآن والمتون العلمية، وهل يعتبر من الميسر؟ هذا مسابقة على مسائل العلم، يدخل في المسابقة المباحة، لأنه نوع من الجهاد، لأن طلب العلم نوع من الجهاد كما يقول الإمام ابن القيم. نعم. يقول أحسن الله إليكم: وكذلك إذا وضع الأب جائزة لأبنائه إذا حافظوا على صلاة الفجر في جماعة. هذه ما هي مسابقة، هذه جائزة على غير مسابقة. المسابقة هي المغالبة، أما هذه ما هي مسابقة، هذا جزاء على فعل. نعم. أسأل الله عليكم سماحة الوالد، يقول السائل: هل يعد الدخان من الخمر؟ لا، يعد من المفترات، ويعد من المضرات بالبدن والرائحة وغير ذلك من أضراره التي لا تحد من كثرتها. نعم، فهو من المفتر والخبيث. نعم. أسأل الله عليكم سماحة الوالد، يقول السائل: من شرب الخمر أو لبس الحرير في الدنيا ثم تاب من ذلك، فهل يحرم منها في الجنة بعد التوبة؟ إذا تاب تاب الله عليه، حتى الشرك إذا تاب تاب الله عليه ورضي عنه، فكيف بالخمر؟ إذا تاب تاب الله عليه. نعم. أسأل الله عليكم سماحة الوالد، يقول السائل: نسمع بين الفينة والأخرى عندما يحصل اعتداء من الكفار على الإسلام والمسلمين من ينادي بوجوب مقاطعة بضائع الكفار، فهل لهذا الفعل مستند من الكتاب أو السنة؟ حيث أن بعضهم استدل بقصة هجر النبي صلى الله عليه وسلم للثلاثة الذين تخلفوا، هل استدلاله صحيح؟ تخلفوا؟ لا، ما تخلفوا، الذين خلفوا، ما قال الله الذين تخلفوا، قال الذين خلفوا، يعني خلف أمرهم فلم يعذروا في أول الأمر، خلف عذرهم إلى أن نزل القرآن فيهم. والمقاطعة يا إخوان هذه من سياسة الدولة، من صلاحيات ولي الأمر، إذا أمر بها لزمنا الامتثال، وأما إذا لم يأمر بها فالإنسان بكيفه، هم بغى يقاطع أو لا يقاطع، كلهم بهوى. هنا بغيت لا تأكل أبد،
ولا تشرب أبد، أحد جاي يلزمك. نعم. أحسن الله عليكم سماحة الوالد. يقول السائل: ما حكم أخذ العوض على مسابقة مزاين الإبل؟ نعم. يقول أحسن الله عليكم: ما حكم أخذ العوض على مسابقة مزاين الإبل؟ لا، العوض على السباق، ما هو على الشكل. العوض على السباق، أي البلة اللي يسبق إلى الغاية، لأن هذا من التدرب على الجهاد، لأن الإبل من دواب الجهاد فتمرن على السباق. أما الأخذ على أن أجمل فرس أو أجمل ناقة، هذا لا أصل له. نعم. أسأل الله عليكم سماحة الوالد. يقول السائل: بعض الناس يحرص على لبس أحسن الثياب وأفضلها، وآخرين لا ترى عليهم وآخرون لا ترى عليهم إلا الثياب الرثة، مع أن كل منهما عنده سعة من المال، فمن المصيب منهما؟ مصيب الذي يتجمل. الله جميل يحب الجمال، ويحب إذا أنعم على عبد أن يرى أثر نعمته عليه، هذا من شكر النعمة. نعم. صلى الله عليكم سماحة الوالد. يقول السائل: كثير من اللباس في هذا الزمن فيه نعومة وجمال، قد يشابه الحرير وقد يفوته جمالا ونعومة، فهل يحرم أيضا؟ لا، نحن لا نحرم إلا ما حرمه الله ورسوله، وقد حرم الحرير نحن نحرمه، وما عداها من الأقمشة فإننا لا نحرمه، لأن الأصل الإباحة. نعم. أحسن الله عليكم سماحة الوالد. يقول السائل: ما هو ضابط الاقتداء بالنبي صلى الله عليه وسلم في الاعتناء بشعر الرأس وتطويله؟ على الصفة التي وردت عن الرسول صلى الله عليه وسلم، تراجع كتب السنة وتطبقها. نعم. أحسن الله عليكم سماحة الوالد. يقول السائل: ما حكم من حرم على أهله المنتجات الدنماركية وقال من أكلها فهو منافق أو في توحيده خدش، وأخذ جميع ما عنده من هذه المواد الغذائية ورماها في القمامة، فما حكم فعله هذا؟ على كل حال، احنا قلنا إذا أصدر ولي الأمر منع يلزمنا السمع والطاعة، لأن هذا من مصلحة الجميع. أما إذا لم يصدر من ولي الأمر شيء فكل بهواه، لكن إهدار المال وإتلاف المال منهي عنه، يعني كونك تخرج اللي عندك وتتلفه هذا تضر نفسك، ما أنت بتضر بلجيكا، تضر نفسك. إنما إذا أردت ما تشري، إذا أردت أنك ما تشري هواك لا تشري، أما إن شيء عندك تروح تتلفه هذا أن تضر نفسك يا أخي، ما أنت بتضر بلجيكا. يفرحون، يمكن يفرحون بهذا. نعم. هذا من الحماقة. نعم. أسأل الله عليكم سماحة الوالد. يقول السائل: من سمح ببيع الخمر وأدخله في بلدته، هل يقال أنه استباح هذا؟ لأننا سمعنا من يقول أن هذا استباحة وكفر. لا، ما يحكم عليه المستباح حتى يقول أنه مباح، أنه مباح. إذا صرح أنه مباح قد استحل. أما مجرد الفعل فلا يدل على الاستباحة. إنسان والعياذ بالله يزني ويسرق ويشرب الخمر بحكم الشهوة هو، أما أنه لو قال له هذا حرام يقول نعم هذا حرام، ولو قال له أنت ترى هذا مباح قال أعوذ بالله، لا، ما أرى أنه مباح. ففي فرق بين الفعل وبين الاستحلال باللفظ، يصرح ويقول هذا حلال. نعم. أحسن الله عليكم سماحة الوالد. يقول السائل: هل الحيوانات المحنطة يجوز اقتناؤها في البيوت أو المتاجرة بها؟ هذا من العبث، والحيوانات المحنطة جثث ميتات، لا يجوز شراء الميتة والاقتناءها، هذا من العبث وإهدار المال. نعم. أسأل الله عليكم سماحة الوالد. يقول السائل: ما هو الواجب علينا تجاه الحملة الخبيثة التي شنها بعض الكفار على نبينا محمد صلى الله عليه وسلم؟ عليكم بالاستنكار للشيء هذا والرد عليه، من عنده استطاعة يرد يستنكر ويرد بدون عنف وبدون جهالة وبدون، لأن العنف قد يولد شرا، والشيء إذا تجاوز حده ينقلب إلى ضده، فلازم الأمور تكون منضبطة بالكتاب والسنة. نعم.
صلى الله عليكم سماحة الوالد. يقول السائل: أنا موظف حكومي ويحصل مني تأخير وقصور في بعض الأحيان، فقمت بحصر هذا التأخير في نهاية كل شهر وأخرج المبلغ، يقول ماذا أفعل بهذا المبلغ؟ هذا ما يعفيك أنك تأخر وتقول أبا تصدق ذا، ما يعفيك من المسؤولية، لكن لو قدر أنك تفعل هذا فيما سبق وتبت من هذا الشيء وعندك أموال جامعها من هذا التخلف تخلص منه. أما أنك تبي تستمر على التأخر وتقول أبا أخرج الزائد ولا اللي أنا شاكن فيه، هذا ما يعفيك من المسؤولية، لأنك تضيع العمل، تضيع العمل وتربك المراجعين وتحبس معاملاتهم حتى ولو تصدقت، ما يعفيك هذا. الله تعالى أعلم، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه.